الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فإن آمنوا، يعني أهل الكتاب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الإعجاز في الإيجاز. وإن تولوا أي لم يؤمنوا فإنما هم في شقاق، يعني في عداوة. من لوازم هذه العداوة أنهم يكيدون لك، يكيدون لك، أنت لا تبالي بهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذا الإنسان ما قبل الهدى سيكون عدوا للحق، فإذا كان قويا فسوف يتحرك لإيقاع الأذى بالمؤمن، لكن المؤمن ينبغي ألا يساوم على دينه وألا يداهم، فإذا بقي مصرا على إيمانه ودينه فالله سبحانه وتعالى سيكفيه، سيكفيه هذا العدو الذي يتربص به. فهذه الآية تفيد الإنسان لا يساوم على دينه ولا يقبل بأنصاف الحلول، لأن الله عز وجل مع الحق، وحينما تتمسك بدينك وإسلامك ولو أغضبت من أغضبت فإن هؤلاء الذين غضبوا لو كانوا أقوياء ولو كانوا يعني يحبون الأذى فالله سبحانه وتعالى سيكفيكهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لذلك ننطلق من حكمين في هذا الموضوع: المداهنة والمداراة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بمداراة الناس. المداراة أن تبذل الدنيا من أجل الدين، أما المداهنة أن تبذل الدين من أجل الدنيا. فالمداهنة من صفات المنافقين، والمداراة من صفات المؤمنين. فأنت كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الآية الثانية: الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من معاني هذه الآية أن الإحكام الترابط، هناك ترابط بين آيات القرآن الكريم، وهناك ترابط بين سوره، وهناك ترابط بين كلمات الآية الواحدة. لكن الذي يلفت النظر في القرآن الكريم أن هذا الترابط ربما لم يكن جلياً واضحاً. الترابط في كتاب الله لا يكون كما نفعل نحن عن طريق أدوات ربط، بل يكون عن طريق المعنى، وهذا مما يعطي الإنسان نشاطاً في فهم كلام الله. الشيء الواضح جداً الإنسان ينصرف عنه، لكن النص الموحي الذي يحتاج إلى كد ذهن وإلى اجتهاد في فهمه هذا يولد فيك طاقات كبيرة جدا. فمن الأسلوب التربوي أن يكون في النص شيء من الإيحاء. الإيحاء يأتي من طريقة عجيبة في نظم النص. فمثلا هذه الآية التي قرأت اليوم: ولكل وجهة هو موليها. هذه أول قسم. فاستبقوا الخيرات، ثاني قسم. الثالث: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لا يبدو أن هناك علاقة بين قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أيها الإخوة، ولكل وجهة هو ربما أعدناها إلى الله عز وجل،
وربما أعدناها إلى الإنسان. ماذا ينتج لو أعدنا هذا الضمير إلى الله؟ معنى أن الإنسان مسير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره إن في طريق الهدى أو في طريق الضلال. وإذا اعتقدنا بالجبر، أي أن الله سبحانه وتعالى مسير في كل أفعاله، وليس للإنسان كسب إطلاقا ولا اختيار ولا مبادرة، ألغينا التكليف وألغينا الأمانة وألغينا الثواب وألغينا العقاب وألغينا الجنة وألغينا النار وألغينا التبعة وألغينا المسؤولية. طيب على من تعود إذن هذه؟ هو ينبغي أن تعود على الإنسان. هذا ما تمليه علينا العقيدة الصحيحة. لكن هل في الآية قرينة مانعة من أن تعود هو على الله؟ في قرينة مانعة. القرينة المانعة أخ معتز، فاستبقوا. أنت ممكن تركب سيارة والمقود بيدك وجالس إنسان في المقعد الخلفي، تعطيه أمر اللي قاعد بالمقعد الخلفي ولا شيء بيده أن ينحرف نحو اليمين؟ هذا كلام ما له معنى. يعطى الأمر بالانحراف نحو اليمين أو نحو اليسار لمن بيده المقود. فلما ربنا عز وجل قال ولكل وجهة هو موليها، قال فاستبقوا الخيرات، معناها المقود بيد الإنسان، والإنسان مخير والإنسان مكلف، والإنسان بيده أن يصلي أو لا يصلي، بيده أن يستقيم أو لا يستقيم، وإلا الأمر ما له معنى. لا معنى للأمر إذا كان هو تعود على الله عز وجل. ماشي. لكن الآن الآية التي الآيات الكلمات التي بعد هذه الكلام ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في أي مكان كنت وفي أي مكانة كنت، لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. ما علاقة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا؟ يعني انتبه أيها الإنسان، أنت في الدنيا تتمتع بنعمة لا تقدر بثمن، هو أنك مختار، هو أنك مريد، هو أنك تملك الكسب، كسب الصالحات أو كسب السيئات. وربما كان هذا الاختيار سبب دخولك الجنة وسبب السعادة الأبدية، وهذا الاختيار ليس أبديا، خيار محدد بزمن. فاستبقوا الخيرات، لأنه إذا جاء الموت ألغي الاختيار. أينما كنت، في أي مكان كنت، وفي أي مكانة كنت، يأتي بكم الله جميعا. معنى ذلك أنك الآن تتمتع بالاختيار، بإمكانك أن تصلح ما سلف، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تستقيم، بإمكانك أن تحسن، بإمكانك أن تصلي، أن تقرأ القرآن، أن تغض بصرك، أن تصلح بيتك، أن تصلح عملك، أن تتحرى الحلال في دخلك، أن تتحرى الصواب في إنفاقك، هذا كله الآن بيدك وأنت مخير. أما إذا جاء الموت ألغي الاختيار وختم العمل ودخلت في دار الجزاء. فلذلك ومن حيث نعم ولكل وجهة هو موليها، هو تعود على الإنسان، والدليل فاستبقوا الخيرات. أما إذا جاء الموت انتهى الاختيار، والدليل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه الآية الثانية، إن الله على كل شيء قدير. الآية الثالثة، الإنسان يحب ماذا؟
قال الإمام الغزالي: الإنسان يحب الجمال ويحب الكمال ويحب النوال. تحب من يعطيك شيئا ثمينا، وتحب الأخلاقي، وتحب الشيء الجميل. أما الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ أنفسهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أية قوة هذه؟ قوة الجمال وقوة الكمال وقوة النوال. لما الإنسان يحب غير الله عز وجل يكون ارتكب خطأ فاحش، يكون عديم الإدراك، عديم الفهم، عديم الذوق، يكون مظلوم، ظلم نفسه ظلم كبير. يعني مثلا، وإن كان مثل حاد جدا، يعني قطرميز حقه 20 ليرة كبير، وكاسة كريستال حقه 1000 ليرة، وألماسة حقه 100 ألف أو 500 ألف، هيك قدها. قلنا لك اختر، فإذا أنت نقيت القطرميز بتكون ظلمت نفسك، اخترت 20 ليرة على 500 ألف، بس مقياسك غلط، أخذت الأكبر. لو كنت عميق بالفهم والإدراك تختار الألماس. فلذلك: ولو يرى الذين ظلموا، هؤلاء ظلموا أنفسهم لأنهم أحبوا غير الله، تعلقوا بالدنيا والدنيا زائلة، تعلقوا بامرأة والمرأة فانية، تعلقوا بالمال والمال لا يأخذونه معهم إلى القبر، تعلقوا بمتع رخيصة وفاتتهم السعادة الكبرى. لذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في رجل من الدعاة كان في أمريكا جالس في حديقة، وإلى جانبه رجل أمريكي، فصار في تعارف. قال له: حدثني عن الإسلام. حدثه بطلاقة وببلاغة، ومضى على حديثه ساعة، فما كان من هذا الرجل إلا أن أخرج من جيبه دولار وقال: أنا هذا أعبده، هذا إلهي. أيام يكون المال هو الإله، أيام اللذة، الشهوة، المتعة، الجاه، السيطرة، هذه كلها آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. شوف، حينما أحب غير الله ظلم نفسه، فلما رأى العذاب الأبدي أن القوة لله جميعا. يعني الله عز وجل من حيث النوال عطاؤه أبدي سرمدي، ومن حيث الكمال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن حيث الجمال الإقبال عليه يدخل النفس في سعادة لا توصف. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والحمد